عارف احتياجاتهم بالكورس احنا مع بعض 30 ساعه 30 ساعه كتير شويه 30 ساعه ده بقدر ادلك احتياجاتكم الكامل يعني انا محتاج لايه في شغلي او لو انا عندي بزنس خاص بره لو انا تفكيري ده هعمل ايه ده سهل ان احنا نستطلع مع بعض احتياجاتنا ونلبيها لان بالتاكيد لازم انا هستفيد منكم مش بقول هتبقى قدامي كل الخطوات الجميله دي ومش هستفيد يعني فلازم انتوا كمان تستفيدوا ولا ايه؟ نتفق مع بعض الاول قبل ما احنا لسه فاضلين صديق ما جاش صديقنا اللي ما جاش فنتفق على مين مين ولا ايه رايكم؟ لا مش حاجه هو مش جاي لا مش حاجه تعال جاينا طلع القيمه بتاعك يا صديقي واخد بالك بس على مسؤوليته بتحملوا المسؤوليه هي مش الاداره تحمل المسؤوليه برضو مش انتوا كلكم مدراء ما شاء الله عليكم واخد بالك فتحملوا انتوا المسؤوليه ولا ايه؟ لا لو شايف انت تظل يعني لا لا انتوا كلكم واحد طبعا انا انا شرف ان انا اقول معاكم كلكم واحد انتوا اللي هتتعاملوا مع موقف زي ده العلم ده يا جماعه لذيذ وحلو وله معنى ولهم معنى. دي اللي بتاعتنا اللي هي المفاهيم وموال وقوائم ماليه وشويه كده مش هتفهم كتير كتير. لكن عايزين نعرف ايه هي المحاسبه؟ ايه هي المحاسبه؟ الماده العلميه اللي مع حضراتكم يا جماعه معموله كلها عشان حضراتكم. يعني لان انا كان ليا كورس قبل كده في الكليه هنا مع الاداره الماليه فعندي فكره احنا محتاجين ايه فالماده العلميه مخصوصه لحضرتك وبتمنى ان انا اول ما اخلص ال 30 ساعه ابقى كسبت صداقتك كلها ده هو اليوم ان شاء الله ده هو ده المكسب الحقيقي يعني هو ده المكسب الحقيقي ده تعريف علم المحاسبه يا جماعه اللي هي عمليه تحديد وقياس وتوصيل المعلومات تحديد وقياس ده الاصل فيه ده اول حاجه ان انا بقيس كل حاجه بالنسبه لي اي تصرف مالي بالنسبه لي لازم اقيسه اقيسه مش ابطله لا يعني قيمته اثبته قلت لحضرتك لازم اثبت كل حاجه وابقى فاهم مفاهيم الحسابات علشان ابقى عارف انا بوجه لايه وده هنشوفه مع بعض وفي الاخير توصيل المعلومه انا ما بعملش المعلومات دي علشان اعمل بيها طرزان وازل بيها القدرات الثانيه لا يعني الاداره الماليه بتعمل لي شغل كتير جدا علشان خاطر حضرتك. يعني ده في الجوب ديسكريبشن او في التوظيف الوظيفي بتاعه هو بيخدمك، الاداره الماليه موجوده علشان تمدك بمعلومات، عشان توصل لك معلومه، انا هنا لو انت ما انتش عارف ان ده حقك انت مش هتشتغل صح. لا انا بقول لحضرتك انت كهيكل تنظيم في اي حته الاداره الماليه بكل مكتسباتها وكل فيها منظومه فيها موظفين فيها محاسبين مدير مالي في بتاع كل ده موجود علشان خاطر حضرتك علشان خاطر كل موظف في الشركه ما هو انا ايه؟ اللي هي الاداره الماليه الشؤون الاداريه على حضرتك وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تدرب الموظفين وظيفتها انها تخلق الانتماء جوه الموظفين وظيفتها انها تحمي الموظفين مش كده؟ ده الاهداف الرئيسيه للشؤون الاداريه على سبيل المثال يعني مش هنمسك الادارات كلها بس على سبيل المثال خد حضرتك اي وظيفه الشؤون الاداريه طب تعمل الثلاثه دول ازاي من غير دعم الاداره الماليه؟ ما هي هتدرب عايز الاداره الماليه هتخلق انتماء عايز الاداره الماليه هو الانتماء هيتخلق ازاي؟ لما واحد يحصل عنده الناس بتطلع له شرفه بتطلع له اعانه بتطلع له مش عارف ايه وده من تخليق الانتماء خد حضرتك ان انت تحافظ عليه طب هتحافظ عليه ازاي؟ من العايز صحيه يبقى انت محتاج دعم الاداره الماليه علشان تقدر تعمل ده. لو موظف مش واخد حقه عند الشركه في المؤسسه كلها وجالك انت المسؤول عنه، الاداره الماليه ما ادتلوش الاضافي، ما ادتلوش المكافاه، ما ادتلوش خد حضرتك؟ فانت هنا كل اداره محتاجه للدعم ده من الاداره الماليه، فهو المعلومات اللي هو بيشتغلها المفروض انه بيوصلها لحضرتك كل واحد في المكان اللي يخصه، ومش هيطلع كل المعلومات لكل واحد. لكن هيطلع المعلومه لكل واحد في الحته اللي تخصه في المربع اللي يخصه مش كده؟ يعني حضرتك بالتاكيد بتبقى محتاج معلومه من الاداره الماليه عشان تعمل تقييم عشان تعمل دعم عشان تعمل حاجه. لو هو ما ادالكش ده بطريقه جيده في التوقيت المناسب يبقى شغله كله زي كده. ويبقى لازم حضرتك تبقى عارف
الشغل ده معمول ازاي، لحسن تكون المعلومه اللي جايه لك مش صح تخليك تاخد قرار مش صح. مش ده بيحصل معايا يا جماعه؟ ان انا ايه بصراحه يا جماعه عايز تقرير البصوفات بتاعت ادارتنا الشهر اللي فات. جالي شيت ما هوش معمول صح، انا خدت عليه قرار من الشهر اللي جاي. يبقى انا لو انا عارف انه مش صح طب انا هعرف ده ازاي؟ من الكلام اللي احنا هنقوله مع بعض. استحملوني انا كلامي كتير بس في الاول، بس بعد كده اشتغل عمل، فارجوكم استحملوني يعني. تعريف بسيط خالص للمحاسبه، تعريف بسيط خالص اللي هي تحليل مقياس توصيل المعلومات الاقتصاديه وترشيد الحكم الشخصي واتخاذ القرارات المناسبه في الوقت المناسب. احنا عايزين نقولها هداه، مش عايزين نقولها اكاديمي، احنا مش هنمتحن محاسبه، احنا عايزين عندنا فكره. اما اجي افتح مشروع هفكر ازاي؟ بالتاكيد حضراتكم كلكم تفكروا تعملوا مشاريع، اذا كنتم مش عارفين مشاريع فعلا، مش كده؟ حضرتك فكرت تعمل مشروع ولا عامل؟ لا مفكر. حضرتك عندك مشروع ولا لسه؟ مازال. شكلكم كلكم عاملين مشاريع ومتكلين كده. لا يا ما يقولش نقوله بيتلخص. لا لا مش دوري ولا حاجه. عموما انا بتكلم، انا مش هعمل اسقاط في الشرح على كل، انا هتكلم اسقاط على اي شخص. حضرتك انا هتكلم على كل، ما ينفعش طبعا اتكلم كلها من بنت كرسي الدار الماليه. لكن واحنا بنتكلم مع بعض كده انا مش هعمل الاسقاط على كل، انا هعمل الاسقاط مش هعمل على على اي شركه احنا بنعملها مع بعض. احنا شايفكم تسجلوا الدكتور ده. دي وظائف المحاسبه يا جماعه، قياس وتوصيل. قياس وتوصيل. يعني اي وظيفتين بتوع المحاسبه اللي مالهمش تاني. قياس وتوصيل بس، بس انا خلصت. على فكره في علم المحاسبه ده من ايام الاغريق هو علم اسري يا جماعه. علم اسري. يعني اسره ازاي تمشي فلوسها على قد الموارد بتاعتها. وازاي عندها بيانات تعرف تمشي بيها. فهو اصلا مش علم معقد ولا حاجه، علم بسيط. وحضراتكم في اسلوبكم العام بتعملوا حاجات كتير قوي فيها محاسبه من غير ما تبقوا عارفين انها محاسبه. يعني في اسلوبكم العام بتعملوا الكلام ده. ادي شويه الاهداف او شويه تهدف وظيفه المحاسبه دي ايه؟ اللي شويه الكلام ده. انتوا عارفين بعيد قوي على البروجكتور طبعا، مش مقروء ولا مقروء مش فاهم. يعني هو كمان كانوا قاعدين هنا ما اعرفش انتوا قعدتوا هنا. زي ما انتوا عايزين طبعا. وموجود قدام حضرتك، موجود قدام اللي هو توجيه وتخصيص الموارد والرقابه وترشيد وتحديد اهداف. انا المهم عندي قوي كلمه الرقابه يا جماعه. التحديد طبعا تحديد تخصيص الموارد ده شيء طبيعي جدا، ان عند حضرتك مشروع لازم تشوف الموارد بتاعتك هتخصصها ازاي، انت بتودي ده فين وده فين وده فين وده فين. من غير ما يبقى عندك محاسبه مش هتعرف. هتبتدي تلجا للعشوائيه من فوات الدوله. لازم ابقى فاهم شويه علشان احط او اوزع الموارد بتاعتي. فلازم ابقى عارف شويه، ابقى عارف شويه. يعني لو انا في البيت عندي، لو انا في البيت عندي وعايز اعمل ميزانيه اسره، يبقى لازم هتشوف الغذاء عليه قد ايه، السكن قد ايه، الكهرباء قد ايه، كل حاجه احددها علشان اوزع مواردي. انا داخلي 10 واحتياجاتي 13، يبقى لازم احطهم تحت عينيا علشان اشوف هقلل من ايه واقلل من ايه واقلل من ايه، والا هاجي اخر الشهر واستدين. يبقى هنا لازم ابقى فاهم ان انا عندي فرق ما بين الموارد والاحتياجات واخصص واحسبها صح عشان امشي صح. الرقابه، والرقابه دي شيء مهم جدا في حياتنا كلها. وانا بعمل المشروع انا محتاج للرقابه، محتاج للرقابه، ضروري يبقى عندي رقابه علشان ابقى عارف ان انا ماشي في الطريق بتاعي، مفيش اختراق سواء مقصود او غير مقصود. يعني هي الرقابه مش عشان امسك حرامي، لا. الرقابه عشان حتى لو خطا مش مقصود اعرف اقاومه. يعني من كلمه الرقابه ساعات بتضايق الناس، تقول لك احنا ما عندناش حراميه. لا يا عم انا ما كلمتش صوت الحراميه والله. هي الفكره، فكره الرقابه ايه؟ ان انا ما بحط خطه وليه اهداف، يبقى لازم اعمل رقابه عشان اضمن ان انا احقق الاهداف دي كلها. تمام؟ وترشيد عمليه اتخاذ القرار. انا هو يعني اي حد في الدنيا عايز ياخد قرارات بالشراء والاستمتاع.
لكن لو انا عارف حاسبها صح هرشد قراري، هعرف انا باخد القرار امتى وازاي. لو انا عندي شركه عايز استثمر، طب عندي الهد ده مناسب للاستثمار ولا لا؟ ده توقيت ان انا افتح شركه ولا لا؟ انا عندي موارد تسمح لي ولا لا؟ كل الكلام ده اخده منين؟ اخده من الملايين، مش هاخده من حد تاني. يعني عشان تضرب لحضرتك دراسه جدوى هتروح للمحاسب، مش هتروح لحد تاني خالص. طب ما انا ممكن يبقى عندي الفكره اللي تساعدني مبدئيا ان انا اشوف نفسي عامل ازاي قبل ما اروح اعمل دراسه جدوى. وتحديد الاهداف بتساعدني طبعا ان انا احدد الاهداف بتاعتي. ده وظائف علم المحاسبه. دول شويه النظر اللي لازم نتكلم في الاول. مين اللي بيستفيد من علم المحاسبه حضراتكم؟ عندك اطراف داخليه واطراف خارجيه. الاطراف الداخليه والاطراف الخارجيه. الاطراف الداخليه الاداره، الملاك لو شركه تبقى الملاك بتوعها، الاداره، الموظفين. لازم الموظف عند حضرتك يبقى حاسس بالامان ولا لا؟ لازم يبقى حاسس بالامان، لازم يبقى عارف انه خلاص الشهر هياخد مرتبه، لازم يبقى عارف ان هو وقت الزياده السنويه هيزيد سنوي، لازم يبقى عارف ان هو لما يشتغل اضافي هياخد اضافي. طب انا الكلام ده هيجيبه منين؟ الكلام ده هيجيبه من البيانات في الاداره الماليه. كل البيانات اللي بيبقى في الاداره الماليه. انت الموظف اللي عندك لو قلت لو هو بعقده وما تثبتش هيتنيه قلقان. مش كده؟ مش هتاخد منه كل حاجه. ما تقدرش تاخد منه كل حاجه، هيبقى عينه هنا وعينه على شغل تاني بره. مش ده اللي حضرتك بتلعبه في التأكيد اسمها. التأكيد اللي انا حضرتك بتلعبه. دي الأطراف الداخلية اللي هي الإدارة والمديرين وأصحاب المشروع والموظفين، كل دول محتاجين للمحاسبة. والأطراف الخارجية بقى، لو أنت فاتح شركة وحتى هيحط فلوسه عندك، عايز يدخل شريك معاك. لا لازم تقول له أنا وضعي المالي أهو عشان تخش معاه، من غير ده مش هيشتري سمك في ميه، مش هيخش معاك. لازم لو حد هيستثمر معاك، طب لو رايح تاخد قرض من البنك لازم تقول له الوضع المالي 1-3. الضرايب لازم تقول له، كل الجهات الحكوميه. على فكره لما بنروح على الضرايب ونبقى شغالين صح بيبقى قلبنا جامد وهما بيساعدونا. لما بندخل بالسلالم الخلفيه والطرق الملتويه بتلاقي الالف من يصطادك. دي حقيقه. دي حقيقه. فالجهات الخارجيه بالنسبه لي لا انا مهم جدا بالنسبه لي ده صورتي ده وضعي المالي ده شكلنا ولا ايه يا جماعه؟ عارف ده مشكله ما بين المحاضره والكورس. المحاضره بيبقى في محاضر متلقي، في الكورس بنبقى ورشه عمل مع بعض. فما تسيبونيش لوحدي كده لحسن انمم مش انتوا بتنوموا مني. لا يعني انا عايز مشاركاتكم الجميله هي اللي هتسفي الكورس بالتاكيد. يعني مشاركاتكم الجميله هي اللي هتدوس الكورس، لان بالتاكيد كلكم انتوا تجربوا مع الاداره الماليه. صح ولا مش صح؟ بخبره حضرتك كده كانت تجربك السيئه ايه مع الاداره الماليه؟ السيئه مش الجيده. مش هقول لحد ما تخافش. لا 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 تجربك عموما مش السيئه. لا 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 تخرج من السلالم الفرديه. الله عليك. الله عليك. ثانيا الاجابه على سؤالك هي احيانا الخطا الغير مقصود في تقييم خطة أنت تتابعها. الله عليك. فيحدث قرار خطأ. مرتب على هذا. تحتاج إلى كثير من المناورات حتى تصلح الخطأ. تصلح الخطأ الأول. والخطأ الذي ترتب عليه. يعني بدل ما تعالج واحد تبدأ في اثنين. وقد يمرك لأنك تصلح الخطأ بخطأ تبقى عاملة زي كرة التلج تبقى كده مالهاش حل. لا اقصد اذا ادركت الامر. اذا ادركت الامر وتملك القدره وتملك القدره على الحل. واذا لم تدرك الامر فاحيانا قد تصبح في عند شرطه وبحث جنائي لانك انت لم تشرط. الله ينور عليك. دي حقيقه دي حقيقه. تجربه مع الاداره الماليه. جيده او جيده التجربه في حد ذاتها. انا ما عنديش تجربه لكن اثنين من خشينا ليس في المشتريات. وجهتنا الاعمال الضرائب ده اللي مؤيدك واداره المشتريات. طب واداره المشتريات عندك موازنه دايما جاهزه لمواجهه المشتريات؟ كيف؟ يعني عندك موازنه جاهزه، البند دايما بيسمح انك تغطي المشتريات؟ عندك عقد تاخد عقد؟ لا عقد لا. ولا حد في المشتريات خلص بياخد عقد؟ لا في ياخد عقد. في اللي بياخد عقد؟ هنتكلم فيها دلوقتي بس بعد ما استطلع بقيه اصدقائك. حضرتك تجربه مع الاداره الماليه سواء هنا او بره. بالنسبه للماليه